بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن الأحوال. اليوم معنا تسخير رائع، تسخير لجلب المحبة للناس اللي عندهم تعطيل الأحوال بسبب النحس، الناس اللي ما تنجحوش معاهم الوصفات، الناس اللي ما عندهمش تسخير، الناس اللي ما عندهمش محبة بينهم وبين الناس، الناس اللي باغين المحبة والتسخير أينما راح يكون عنده تسخير، لأن التسخير بيد الله. ولكن بعض الأحيان تيكون النحس جاك من حسد أو عين أو طاقة سلبية. النحس تيكون إنسان تنحس بسبب العين والحقد والكراهية من الناس اللي ما تيبغيوش الخير الناس. إذا وصفة خاصة بالعز والقبول والسمع والطاعة، ويكون عندك تسخير فيما مشيتي، تكوني محبوبة مع جميع الناس أو مع شخص معين أو مع الناس اللي تتخدمي معاهم في العمل، أو بغيتي تكوني معزوزة مع المدير يعطيك علاوة يزيدك في الصالير، تكوني دائما عندك التسخير. اذا هذاك التسخير من الله سبحانه وتعالى. غادي نعطيكم واحد الوصفه بدون شعوذه، بدون طلاسم، بدون الا بكلام الله سبحانه وتعالى. تسخير رائع داروه الناس ولقاو عليه اقبال كبير، تفاجؤوا حتى من ردة الفعل ديال هذاك القبول. ولكن ديريه بنية صادقة لله سبحانه وتعالى، على النية اللي بغيتي، نية تسخير الناس نساء ورجال، او أنك تسخري شخص معين، يكون تسخير محبة ومودة، أو تسخير العز والقبول، أو تسخير للسمع والطاعة، أو تسخير الزوج للزوجة، يعطيها المال ويعطيها وقت من وقته، واللي يبغيها ويشوفها كما بغات هي. إذن غادي نختاروا زيت جونسون أو أي زيت عندكم بغيتوا ديروه، زيت اللوز، زيت السمسم، اي زيت يكون صالح للجسد ديالك، من غير زيت الزيتون حيت هذا قبول. زيت الزيتون تنديروه لي تنديرو زيت الزيتون للرقيه الشرعيه، هذا قبول. ان شاء الله غادي ديريه بنيه التسخير الامور، تسخير الناس ليك، تسخير المحبه، تسخير الموده، تسخير العدوزه، تسخير انك حتى العدوزه ما تبغيهاش ساكنه معها، تبدا تدهن الجسد ديالها والوجه ديالها والشعر ديالها، سبحان الله له طاقه ايجابيه. اذا بغينا نضيفوا ليه واحد العطر اللي غادي يبغيوه حتى الملائكه الرحمن، هذا زيت عطري، او عندكم المسك الاسود ديروه، المسك الاسود او اي مسك، هذا مسك العنبر، هذا مسك العنبر، الى عندكم العنبر ديروه. هو هذا مسك ريحته طيبه جدا، واللي بغى يديرو راه يحاول انه يشري بحال هذه القنينه، او يدير مسك الطهاره. مسك الطهاره راه معروف كاع البنات تيديروه للجسد ديالهم، رخيص جدا ماشي غالي. غادي نحل هاد القنينه وغادي نضيف لها هاد الزيت العطري، غادي نضيفو القنينه وغادي نقرا عليه هاد الايه. بعد ما قريت بعد ما حليت القنينه غادي نحلها بحال هكا، غادي تحلوها، غادي تحيدوا هاد الغطاء وتخويو هاد القنينه، هاد الزيت العطري بحال هكا انتوما، اما تخويو نصها واما تخويوها كامله. اذا انا غادي نخويها كامله، محتاجه لهذا الزيت، هو محتاجه لهذا الزيت العنبر نديرو الجسد ديالي. شتو ها هو خويته كامل، غادي نحاول انني نقرب القنينه، راه ما تيبقاش يبان هانتوما، ما تيبقاش يبان، ريحته طيبه، ريحته رائعه. مهم هذا الزيت اللي غادي ديروه، غادي تقربي القنينه الى الفم ديالك وغادي تقراي الفاتحه 7 مرات، الفاتحه لان باش تفتح لك جميع الابواب المغلقه. الفاتحه هي رقيه شرعيه، غادي تحيد لك النحس من الجسد ديالك، غيكون عندك قبول، غادي يكون عندك قبول وطاقة إيجابية ومنع الأشرار ومنع الحسد ومنع الطاقة السلبية تدخل لك الجسد ديالك. ولكن أنوريك الطريقة باش غادي تدهني الجسد ديالك إن شاء الله، وغادي بحالة تحصني بإذن الله. الفاتحة 7 مرات، غادي تضيفي 71 مرة هاد الآية، وزيناها للناظرين.
وزيناها للناظرين. اذكري الاسم ديالك، وزينا فلانة بنت فلانة للناظرين. بغيتي نساء ورجال تقولي كل 10 مرات، تقولي مع نساء ورجال أو مع شخص معين، هذاك الشخص اللي بغيتي. تذكري الأشخاص اللي بغيتيهم يكونوا معك في المحبة والمودة ديال هذا القبول. هذه القنينة تبقى عندك تدي تقريبا عام، هذه كتبقى عندي أنا مدة عام. إذا غادي 71 مرة وزيناها للناظرين، فلانة بنت فلانة وزيناها للناظرين، للسمع والطاعة، مع فلان ولد فلان، المحبة، أي حاجة بغيتي غادي تقوليها في ديك اللحظة ديال القراءة. وزيناها للناظرين، فلانة بنت فلانة، للمحبة والمودة، مع فلان ولد فلانة. أو أنك بغيتي طاقة إيجابية للتسخير في كل الأمور، رجال ونساء، السمع والطاعة، أي حاجة بغيتي غادي تقوليها بإذن الله الواحد القهار. غادي تزيدي تضيفي آية واحدة أخرى، إن شاء الله هتقريها 21 مرة. هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا الوقت اللي تقرايها قولي: اللهم اجعل المحبة والمودة بحق هذه الآية الشريفة وما فيها من أسرار، اللهم سخر لي جنود الأرض والسماء يكونوا لي عونا ومعينا مع جميع الناس أو مع فلان ولد فلانة. يكاد البرق يخطف أبصارهم. تقريها 21 مرة. إذا غادي تسدي القنينة، أو أنك تخرجيها تحطيها تسديها هكا، تخليها هكا باش ما تحاول ما تقلبش، وغادي تطلعيها لسطح البيت أنها تنجم، تحيدي لها هذه الغلاقة، ولكن الغلاقة اللي بحال هكا، وتخليها لطاقة السماء تبات ليلة كاملة في الشرفة أو في الباركون أو في سطح البيت. أو ما بغيتيش أنك بغيتي تنجميها مزيان، غادي تحيدي هذه، غادي تحيدي هذه الغلاقة بحال هكا، تحيديها وتخليها بحال هكا، تحطيها في شي وعاء بحال هكا، وتخليها انها تنجم ليلة كاملة، والصباح تدخليها حتى طلعيها من مورا العشاء، ولكن قبل الفجر او مع الفجر تهوديها من سطح البيت. وغادي ان شاء الله هذاك اليوم بالضبط، هذاك اليوم غادي تبداي انك تحطيها على الجسد ديالك بعد ما تنخضيها 7 نخضات. انتي تقولي: وزيناها 7 مرات، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظرين، وزيناها للناظر، وزيناها للناظرين، فلانة بنت فلانة، زيناها للناظرين، نساء ورجال او محبة مع شخص معين. اذا وغادي هانتوما غتحاولي انك زينا فلانة بنت فلانة، غتحطي هكا وتبقاي تبداي بالوجه ديالك، هو الأول، الوجه ديالك الدهني، الوجه ديالك، الرقبة، الصدر، جهة القلب ديالك، ودائما جيت تحطي يدك على جهة القلب، وتذكري تذكري الحوايج اللي بغيتي انتيا، اشنو بغيتي على حسب محبة شخص معين. ودهني راه ريحتها طيبه، انا تندهن بها دابا، راه ريحتها طيبه. ان شاء الله بحول الله الشفاء لجميع المرضى متابعين ومتابعات، وفرحكم ويعطيكم سؤلكم في كل الامور. ديروا هذا القبول وفرحوا وسعدوا، ديروه انتم فرحانين، ديروه انتم عندكم طاقه ايجابيه باش ربي يسهل عليكم. سبحان الله، هذا اللون اللي يكون لونه بني رائع سلم الاخضر، اذا ريحته طيبه، وغادي ان شاء الله نحاول نحطه في الباركون ونخليه يتنجم. وان شاء الله هذه القراءه اللي غادي نقرا سبحان الله لها طاقه ايجابيه، غير ديروها وفرحوا وسعدوا، وراه غادي يكون عندكم قبول رائع باذن الله الواحد القهار، على نية التسخير، نية المحبة، نية القبول، غادي تكونوا إيجابيين إن شاء الله بحول الله وقوته. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلي لايك يا أحباب شفي المغربية. إذا كنتو بغيتوا هذه القناة تستمر، خليوا الصلاة على الحبيب دائما باش الفيديو يشوفوه أكبر عدد. ولكم مني والدعاء إن شاء الله
بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.